طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأتم التسليم. مواصلة في الباب الرابع اللي هي الماتيريال حسابات، الماتيريال بالانس فروم ستريت لاين. طيب، اللي هي حلول الماتيريال بالانس فروم ستريت لاين، اللي هي عاوز أحسب الانيشيال اويل ان بليس فروم ستريت لاين. طيب، بالنسبة كان الفوليومتريك اندر ساتوريتد اويل ريزرفوار، كان وصلنا لانه ال F بتساوي M في O زائد M G، دي المعادلة العامة لما نيجي نطبق فيها شروط بتاعت الاندرستات اللي هي شرحناها، كانت بتكون انه ال F النهاية طلعت لك انه بتساوي لك ال M في ال E O زائد ال E F W، حيث N هي ال initial O in place. وخلصنا لانه ان ال P في ال beta O زائد ال W B في ال beta W بتساوي ال F، و ال beta O ناقص ال beta O I عبارة عن E O، و ال beta O I في اس دبليو اي في السي دبليو زائد السي اف على واحد ناقص اس دبليو اي في الدلتا بي، هي تمثل لك الجزء بتاع الاي اف دبليو. طيب، قلنا عباره عن شنو، هنجي نمثل في محور اكس اي او زائد الاي اف دبليو، في محور واي عندنا الاف، فهتبقى لنا مجموعه النقاط، تعمل لنا خط مستقيم من نقطه الاصل. طيب، الاسلوب بتاعه هو عباره عن ان، لان المعادله كان بتقول انه الاف بتساوي ان في الاي او زائد الاي اف دبليو، فلو خدتنا ان وضع القانون هتبقى ان بتساوي اف على اي او زائد اي اف دبليو، كانوا فرق الصادات على فرق السينات. طيب، ناخذ اكزامبل. طيب، ذا فيرجينيا فيلز فوليومتريك اندر ساتوريتد ريزرفوار، عندنا فوليومتريك اندر ساتوريتد اويل ريزرفوار. طيب، الفوليومتريك كالكوليشن انديكيت ذات ذا ريزرفوار كونتينز 270.6 مليون اس تي بي، اللي هي ستكتان بارل اوف اويل انيشال ان بليس، ده عن طريق الفوليومتريك ميثود. طيب، the initial reservoir pressure كان 3685. the following additional data is available. طيب، كان عندنا SWI بتساوي لنا ال SWI كانت 24% اللي هي 0.24. طيب، ال CW كانت 3.62 في 10 سالب 6، وال CF عبارة عن 4.95 في 10 سالب 6، ال beta W كانت 1، وال bubble point pressure كانت 1500. لو لاحظنا في الحسابات ال reservoir pressure كل القيم بتاعت البرجة بادئ من 3685 لحد 3188 كلها اكبر من البابل بوينت بريجر، فحاليا معناتها انها شغال في مكمن اندر ساتوريتد فوليومتريك ريزرفوار او ريزرفوار. طيب، ده الكولم بتاع الافريج ريزرفوار بريجر، بادئ من انيشال ريزرفوار بريجر، كل مره متغير الضغط بسبب شنو؟ البروتكشن، فلاحظنا دي عدد الابار المنتجه. طيب، بعد ذاك البيتا او بادئ من 1.3102 اللي هي دي عباره عن البيتا او اي، اول قيمه في الجدول، وحتكون ماشيه زايده زايده زايده. ليش؟ لانه كل مره حاصل اكسبانشن للاويل، حاصل اكسبانشن للاويل، فنتيجة للتغير في الضغط مع الكومبرسيبيليتي بتاعت الاويل، اللي هي المعادله بتاعت البيتا اول بيساوي 0.02827 في الزد في التي على بي، فعندي كومبرسيبيليتي زايده وفي نفس الوقت البريشر حصل له ديكلاين، فبالتالي منطقيا كده قيمه البيتا او حيحصل لها شنو؟ ديكلاين، زياده مباشره، زياده. ليه؟ لانه البريشر حصل له ديكلاين. طيب، ان البي في البدايه حتكون زيرو لانه عند الانيشال ريزرف بريجر ما بدينا الانتاج حتى الان، بعد هي كوميوليتيف، حتكون مره حتكون زيرو 20 34 78 حتكون ماشي كوميوليتيف، كل مره الانتاج يكون ماشي متجمع. في البدايه كان منتج بيور اي في البدايه، بعد ذاك بعد مده من نقصان الضغط قام حصل لنا شنو؟ نقصان، قامت حصلت لنا زياده في شنو؟ تم انتاج الووتر، اللي هي بدت لنا من قيمه صغيره كل مره ماشيه شنو؟ زايده. طيب، في المثال ده كالكوليت ذا انيشال اويل بليس باي يوزنج ماتيريال بالانس اكويجن، كومبير ذا ريزلت بتوين شنو؟ بتوين فوليومتريك استيميتد ميثود. طيب، نلقى الحل. طيب، اول حاجه نبدا بحساب الاي اف دبليو، كان الاي اف دبليو بيساوي البيتا او اي اللي هي قيمتها، اول كان قيمه اللي قلتها قلنا البيتا او اي اللي هي 1. اللي هي القيمه دي بيتا او اي 1.3102. طيب، لو لاحظنا 1.3102 في دي عباره عن السي اف معطى، الاس دبليو اي معطى اللي هي 0.24، دي السي سوري دي السي دبليو دي السي اف على واحد ناقص اس دبليو اي في الدلتا بي، ده اللي هو الاكسبانشن الناتج من الروكان فلويد اكسبانشن. طيب، كل المعطيات دي لو لاحظناها في كلها تضريبيا كده بتيجي 10 في 10 اس سالب 6. في الانيشال ريزرف بريجر كان 3685 قيمه ثابته كاول قيمه في التيبل، كل مره راح نطرح منها الافريج ريزرف بريجر لانه متغير نتيجه لشنو؟ للبرودكشن. طيب، الاف قلنا عباره عن شنو؟ عباره عن ان البي في البيتا او زائد ان الدبليو بي في البيتا دبليو، البيتا دبليو كانت معطى واحد وقيمه ثابته. طيب، في جدول ثاني حتغير عندي شنو؟ قيمه ان البي والبيتا او والدبليو بي كما هي متغيره في الجدول في المثال. طيب، عندي قيم لان البي متغيره، وعندي قيم للبيتا دبليو متغيره، وعندي قيم للبيتا او، فانا مباشره هحسب
القيمة بتاعت ال F عند كل نقطة، يعني هيكون ان ال P ان ال P في البيتا او، يعني هضرب ال 20.48 في ال 1.3104. طيب زائد ان ال W اللي هي كانت 0. طيب جبت قيمة أول قيمة ل F، اللي بعديها همشي برضه ال 1.3104 هضربها في 34.750 زائد ال 0، كل مرة أكون جايب قيمة ل F اللي هي باستخدام القانون. طيب نمشي للجزء الأخير اللي هو شنو؟ طيب ال F حسبناها، ال E O طبعا مباشرة ما فيها حاجة، ال E O عبارة عن بيتا O ناقصا بيتا O I، فأنا كل مرة عندي قيمة بتاعت بيتا O لكن بيتا O I ثابتة اللي هي أول نقطة في الفورميشن فوليوم أول فوليوم فاكتور. طيب هطرحها يجينا حصل الطرح بتاع ال E O. طيب وعندي ال F تمام، والدلتا بي متغير، طرحته كله بريج انيشال ريزرف بريج ناقص الضغط اللي بعديه، كله انيشال ريزرف بريج ناقص الضغط اللي بعديه، فكان 0 بعديها 5 9 18 21. طيب ال اي اف دبليو من القانون قبل شويه كده لما تعوض الفرق بتاع الضغط بتجيك ال اي اف دبليو مباشره. طيب عندنا بقى كولم ل اف و اي اف اي او اي اف دبليو، هقوم انا اخذت محور اكس اي او مع اي اف دبليو، هقوم اجمع قيمه اي او مع اي اف دبليو مباشره هاخدهم في كولم واحد، بعدها اجي امثل النقاط قيمة اي او زائد اي اف دبليو في النقاط دي مع الكولم بتاع الاف اللي هو في محور واي، ده محور واي دي النقاط دي في محور شنو؟ اكس، يعني حمثل البوينت او 25 مع 26.84 هشوف حجينا نقطة ودي برضه حجينا نقطة، يعني في النهاية حجينا مجموعة من النقاط. طيب هبدأ التوصيل من نقطة الأصل، طيب أجيب الميل، الميل حيبقى لنا هو مباشرة قيمة شنو؟ الانيشال اويل امبريس باستخدام الرسم حيطلع لنا مباشرة عبارة عن 257 مليون اس تي بي. طيب لو جينا لاحظنا هنا في محور اي اكس كان الاي او زائد اف دبليو دي مجموعة النقاط، والاف اللي هي محور واي يعني خط مستقيم من محور شنو؟ من محور من خط مستقيم ما بين علاقة ما بين اف واي او زائد اف دبليو، الخط المستقيم الميل بتاعي هو عبارة عن شنو؟ اللي هو فرق الصدارة فرق السنات عبارة عن ان اللي هي الانيشال اويل امبريس. طيب انا عاوزكم انتوا تطلعوا ورقه رسم بياني التيبل اللي كان يجي من الداتا دي كلها مع بعض لحد هنا. طيب تقوموا تشتغلوا لي، تشتغلوا لي الحسابات، تمثل لي الكولوم بتاع اف مع الكولوم بتاع اي او زائد اي اف دبليو في ورقه رسم بياني، وتحسبوا لي الاسلوب، تشوفوا لي قيمه الام بي كم هي فعلا بتجيكم نفس الاجابه ولا اجابه غير، لانه شغل كل زول حيختلف من الثاني، يعني هذه شغلي انا ما شغلكم ما حتكون قيمه تقريبيه، هم في الرينج حتكون من 250 لفوق او 240 لفوق تمام، يعني زائد او ناقص 257 لكن ما تكون قيمه شاطحه. فانا عاوز اي زول يطلع ورقه رسم بياني بعدين يرسم لي فيها الرسمه دي ويطلع لي قيمه الان ويكتب لي اسمه في ورقه الرسم البياني، وتسليم اي هوم ورك حيكون فيها في يوم التست المحدد يا في يوم الامتحان بتاع الماده. طيب اتفقنا على النقطه دي. طيب المثل الثاني اللي هي بتاع حسابات البوليمتريك ساتوريت اويل ريزرفوار دي انا اتكلمت عنها في القاعه. طيب كان حساباتها خلصت لانه دي عباره عن تو فيس اللي هو عباره عن اي او بيساوي لنا بيتا تي ناقص بيتا تي اي مباشره ما فيها حاجه، حيديك الاف بيساوي لك الان في الاي او مباشره، الاف بيساوي لك الان في الاي او، فالاف كانت مباشره بيساوي لك شنو؟ ان البي في البيتا تي زائد ار بي ناقص ار اس اي في البيتا جي زائد الدبليو بي في البيتا دبليو، والاي او مباشره بتساوي لك البيتا تي ناقص بيتا تي اي، فانا هدي جدول لبيتا تي، ولو ما اديت جدول لبيتا تي او اول قيمه طبعا هتكون بيتا تي اي، لو ما اديت جدول لبيتا تي هيمشي جوا العلاقه اللي بتقول ان البيتا تي بتساوي لك البيتا او، لازم ادي جدول لبيتا او، وادي جدول لل جدول للار اس اي والار اس تمام، مش تحسب منها البيتا تي او البيتا تي اي. طيب ده مثال عادي ما فيه حاجه، هتيجي ترسم كولم فيه اف وهترسم كولم فيه اي او، ده في محور اكس ده في محور واي، مجموعه النقاط دي كلها مع بعض هتجيب لك الاسلوب اللي هو الان، لانه الان بيساوي اف على اي او كده مباشره. طيب ده بالنسبه للفاليومتريك. طيب بالنسبه للجاس كاب درايف ريزرفوا، طيب في الجاس كاب درايف ريزرفوا قبل كانت قيمه الان بزيرو، هنا الان ما بزيرو. طيب اول حاجه هنفترض انه نو ووتر فلكس، يعني دبليو بزيرو، دي الجزء الاول تمام، والجزء الناتج من الروكان فلويد اكسبانشن جزء صغير وحنهمله بس في الحاله دي، هو في لكن شنو؟ مقارنه مع الجزء بتاع الاكسبانشن بتاع الاويل مع بتاع الجاز كاب ضئيل جدا فيتم اهماله. طيب فهتبقى العلاقه مباشره من دي اهملنا الاي اف دبليو ودي كانت بشنو فرضناها بزيرو ودي اهملناها بزيرو، هتبقى الاف بتساوي ان في اي او زائد ام في الاي جي. طيب في الحاله دي عندنا ثلاثه حالات في حسابات الجاس كاب ريزرفوار، عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى يا
يا يديك ان ويقول لك حسب لي ام. الحاله الثانيه يا يديك ام يقول لك حسب لي ان. يا يديك الحاله الثالثه لا يديك ان لا يعني يقول لك حسب لي ان وام الاثنين مع بعض. يعني عندي ثلاثه حالات. الحاله الاولى بديك ان ما معطى ان لكن معطى شنو ام. الحاله الثانيه ما معروفه ام لكن معروفه ان. الحاله الثالثه لا معروفه ام لا معروفه شنو ان. الاثنين مع بعض ما معروفات. طيب في حالة انه الان معروفة والام في حالة انه الام ما معروفة والام معروفة. طيب نرجع للقانون الاساسي بتاعنا كان بيقول شنو؟ بيقول انه الاف بيساوي لك الاي او زائد الام في الاي جي. طيب لو انا اديتك الام طبعا الام حتكون قيمتها ثابتة ما فيها حاجة او قيمتها متغيرة تبعا لقيمة الام بي مع جي بي. فهي الان هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ام بي على شنو؟ سوري للار بي. طيب انا لازم اديك قيمه لشنو؟ لام. يعني معطيها لازم اديك قيمه لام ثابته قيمه ثابته لو انا قدرت تحسب لي الان مباشره. فحيكون الاف بتساوي الان في اي او زائد الام في الاي جي. طيب انا عاوز الان. اف عندها قانون، اي او عندها قانون، ام انا اديتك لها معطى، اي جي عندها قانون. فحتحسب نقاط عباره عن شنو؟ حيكون في محور اكس التمثيل اي او زائد الام في الاي جي. في محور واي كان شنو؟ الاف عندها قانون، دي بتجيب لها كولوم، دي بتجيب لها كولوم تضرب، بعد ما تجيب الكولوم تضربه في الام، تجمع الاي او زائد الام في الاي جي في كولوم واحد، تمثله شنو؟ في محور اكس، ودي تمثل على الاف في محور واي، وتجيب الاسلوب اليوم حيكون هو الام مباشرة. طيب ده بالنسبة في حالة انه شنو؟ ما معروفة ان لكن معروفة شنو؟ ام. طيب فلو لاحظتوا كانت في محور اكس كانت اي او زائد ام في الجي، وفي محور واي كانت الاف، الاسلوب بتاعهم هو شنو؟ الان. طيب الحالة الثانية إذا كان أنا عندي لا عارف إم لا عارف شنو؟ ما عارف إم لكن عارف إن، يعني ما عارف قيمة الإم لكن عارف قيمة الإن، فأقوم أرتب المعادلة حكون إف على إن، قسمتها كل المعادلة على إن، حتبقى إف على إن كانت بتساوي مباشرة الإن على إن حتبقى واحد، وكانت حتكون إف على إن بتساوي إي أو زائد إم في الإي جي. شلت الاي او ابي غادي انا عاوز اخد الام وضع القانون، حتبقى اف على ان ان ما معطى ناقص انا الاي او. طيب في قوس بتساوي شنو؟ ام في الاي جي. طيب طيب ده في محور واي ده في محور اكس. طيب حتكون الاي جي ممثل في محور اكس والاي الاف على ام ناقص انا الاي او دي ممثل في محور شنو؟ واي. مباشره الاسلوب بتاعهم هو عباره عن شنو؟ الام. نمشي للحاله الثالثه لا معروفه ام لا معروفه ان، الاثنين ما معروفات. فهرتب المعادله بحيث تكون الاف على اي او بتساوي الان زائد الام في الان في الاي جي على اي او. ترتيب عادي ما فيه اي حاجه. في البدايه اول حاجه قمت قسمت المعادله كلها على اي او، فكانت جبالي هنا كانت المعادله الاساسيه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها هي اف بتساوي لك الان في الاي او زائد الام في الاي جي. فانا لا عارف ان لا عارف ام، فهقوم اكون معادله بتاعت خط مستقيم عادي. يعني اخدتها في الصوره بتاعت واي بتساوي اي زائد بي اكس، اي زائد بي اكس، فقيمه اي هي الانترسبت والبي هي شنو؟ الميل. طيب اقوم ارتبها، حيكون اول حاجه حقسم المعادله كلها على اي او، حقسم المعادله كلها على شنو؟ على اي او. طيب حقسم على او حتبقى دي اف على اي او بتساوي ان على اي او، تمام؟ طيب او ان اضربها جوا اول حاجه اوزعها، اوزع ان جوا حيكون اف بتساوي ان اي او زائد ام ان اي او اي جي. حتكون الاف بتساوي ان في الاي او زائد الان في الام في الاي جي. اقسم بعد ذاك المعادله كلها على اي او، حتبقى اف على اي او بتساوي اي او على ما او هنا انتهت، حيفضل ام بس، هنا حيفضل ام في الان في الاي جي على اي او، اللي هي المعادله بتاعتنا النهائيه دي. اف على اي او بتساوي ان زائد ام في الام في الاي جي على اي او. طيب حيث انه قلنا الاف على اي او بتمثل لك محور واي اللي هي الواي، دي بتمثل لك الاي اللي هي الانترسبت اللي هي دي الان. طيب زائد بي اكس، البي هو الميل بتاعنا، السلوب بتاعنا هو عباره عن ام بي ان، والاكس عباره عن اي جي على شنو؟ على اي او. يعني في محور اكس حمثل اي جي على اي او، وفي محور واي حمثل اف على اي او. طيب فحتقوم حيكون في محور زي ما انا قلتها، في محور واي حيكون اف على اي او، في محور اكس حيكون اي جي على اي او. طيب حيجينا نقاط، النقاط دي كلها حوصلها مع بعض. طيب الاسلوب بتاعه قلنا هو عباره عن البي اللي هو عباره عن الان في الام، والانترسبت اللي هو عباره عن ام معادله الخط المستقيم اللي هو عباره عن شنو؟ الان. طيب ناخذ اكزامبل. طيب the production history and PVT data of gas cap drive reservoir
ار جيفن بلو. طيب عندنا الديت وعندنا الافريج ريزرف فابريجر، بادي من انيشال ريزرف فابريجر 4415 مدرجه لحد 2845. بدينا الكوميوليتيف برودكشن اللي هي الان اول برودكشن. طيب في البدايه كانت تكون زيرو اصلا لانه انا ديفينيشال ريزرف فابريجر، بعدك بديت الانتاج ماشيه كوميوليتيف زايده. طيب الجي بي برضه كانت معطى 751.3 كل مره ماشيه شنو زايده. طيب لانها كوميوليتيف برضه كوميوليتيف غاز برودكشن. البي تي عباره عن التوتال فورميشن فوليوم فاكتور بالنسبه للاويل بالنسبه للغاز، فكانت الانيشال فورميشن فوليوم فاكتور اللي هي البيتا تي اي اول قيمه في الجدول اللي هي كانت 1.6.6291. طيب البيتا جي برضه كانت البيتا جي اي بتاعتها 0.3.77 وماشيه مره زايده، دي كلها حتكون بيتا جي بيتا جي بيتا جي ما عدا القيمه الاولى حتكون بيتا جي اي. طيب ذا انيشال غاز سولوبيليتي الار اس اي كانت مدينا لها معطى 975 اس اف بر اس تي بي استيميت ذا اويل ذا انيشال اويل اند غاز ان بليس. طيب دايرين نحسب الجي ودايرين نحسب الان. طيب اول حاجه انا معطى عندي الجي بي وعندك الام بي اللي هي هذه. عندنا معطى كان شنو؟ كان معطى ان البي وكان المعطى الجي بي. طيب ان البي كانت عباره عن دي القيم بتاعتها، ما عملت حاجه، دي الجي بي ودي الام بي. عشان اجيب ار بي قلت الار بي دائما بيساوي جي بي على ام بي، ار بي بيساوي جي بي على شنو؟ على ام بي. فعكس كل تيبل يعني كله عنصر على عنصر حيكون يعني جي بي على ام بي حيكون 751.3 على 492.5 بتجينا 1525. البعديها حتكون 2409.6 على 10015.7 حتجينا 2372، والبعديها برضه حتجيك لحد 2950. طيب ده الكولم بتاع الار بي. طيب اول خطوه بعدين نحسب الاف، قلنا الاف عباره عن ام بي في البيتا تي زائد الار بي انا حسبتها استي لي 3 قيم ناقص الار اس اي قيمه ثابته والبيتا جي قيمه متغيره. طيب الاي او عباره عن بيتا تي ناقص البيتا تي اي وانا بديك كولم بتاع بيتا تي، والاي جي عباره عن بيتا تي اي في البيتا جي على بيتا جي اي ناقص 1. طيب نجي للثوابت في القوانين شنو؟ طيب ان البي متغيره، البيتا تي متغيره، الار بي متغيره، الار اس اي اول قيمه كانت معطى اللي هي الانيشال سيلوبيليتي غاز سيلوبيليتي قاعده معطى، البيتا جي متغيره، فكلهم متغيرات بشكل نقاط. عشان احسب اف، طيب اول حاجه حاعوض قيمه الام بي زائد اول قيمه للبيتا تي زائد اول قيمه للار بي اللي انا حسبتها قبل شويه، يعني حيكون القانون كالاتي، حيكون ان البي دي اول حاجه. طيب قوس البيتا تي اللي هي 1.6839 زائد ار بي، ار بي انا حسبتها عند النقطه اللي هي 3875 اللي عند البريد 3575 كانت الار بي 1525. طيب ناقص الار اس اي، الار اس اي انا كان معطى في المساله بتاعتي عباره عن 951 وقيمه ثابته في البيتا جي تبي عند النقطه بتاعت الضغط اللي هي 3875 حتكون البيتا جي بتاعتها 0.3079. طيب مباشرة كده اكون حسبت اول نقطة بالنسبة لشنو؟ اول نقطة بالنسبة لإف اللي هي طلعت لنا مباشرة شنو؟ بال 2.04 في 10 في 6. نفس الكيفية حغير شنو؟ ام بي للبرج الثاني والبيتا تي، الار اس اي ثابتة، حغير الار بي وحغير البيتا جي، حيجيني كولم للإف. طيب الاي او عبارة عن بيتا تي ناقص بيتا تي اي، فأنا عندي كولم أصلا كان معطى اوريدي اللي هو عبارة عن شنو؟ طيب البيتا تي كان معطى دي البيتا تي اي، فهذا الكولم حيكون بيتا تي ناقص بيتا تي اي، يعني حيكون اول نقطة اللي عند الضغط دي، عند الضغط بتاعنا ده اللي هو عبارة عن 3875 حيكون 1.6839 ناقص 1.6291، ده حيكون اي او أول نقطة، الثانية حتكون دي ناقص الانيشال الفورميشن فوليوم فاكتور، دي ناقص الانيشال فورميشن فاكتور، في النهاية حيجيك تيبل لشنو؟ للاي او. طيب الاي جي حنمشي حسبه من القانون اللي هي بيتا تي اي، البيتا جي متغير، البيتا جي اي أول قيمة للكيبل. يعني كلهم ثوابت ما عدا البيتا جي، البيتا جي كانت متغيره في التيبل بتاعنا، اول قيمه البيتا جي اي كانت معطى 0.3077، البيتا جي كان حنبدا من دي اللي شغالين اول نقطه للبرج 3875، فحتكون البيتا جي اللي هي وكل مره حاقسمها على شنو؟ على البيتا جي اي، طيب البيتا جي اي كانت ثابته، فغير كل مره شنو؟ بيتا جي، طيب حجينا شنو؟ تيبل لشنو؟ للاي جي اعتمادا على التغيير بتاع الاي جي، طيب جاتنا ثلاثة قيم، طيب كده انا كونت اف واي او واي جي. طيب الخطوه اللي بعديها هعمل شنو؟ الخطوه اللي بعديها هقسم اف على اي او واي جي على اي او، ما انا عندي تيبل، عندي تيبل فيه اف واي او واي جي، هقسم اف على اي او، يعني هقسم ال 2.04 في 10 في 6 على 0.0548.
طيب ده تيب حيكون لي تيبل. وعكس ثاني اف على الاي جي على الاي او حيكون البوينت 05529 على بوينت 0548. طيب يعني حقسم كل قيمه على البساطه مباشره حجيك اي جي على اي او اف على شنو على اي او. طيب حمشي ارسم ده في محور اكس وحرسم ده في ده حرسم في محور واي ده حرسم في محور اكس. طيب حجيني داتا اللي هي بالشكل ده. طيب الترقيم حبدا من الزيرو بتاعي عادي اللي هي على حسب القيم بتاعتي حبدا الترقيم. فتانا الجدول بادي بوينت 96 1.44. طيب خلي لي الستيب بتاعتك في محور اكس بوينت 2 ثابته يعني السكيل بتاعك 0.2.4.6.8 انت ماشي. طيب بالنسبه للاف على اي او كانت القيم بتاعتها باديه من 3.72 في 10 7. طيب تعال للتيبل بتاعنا ابدا من الزيرو بعد ذاك كل واحد سنتيمتر خلي لي 1 في 10 7 اللي بعده 2 في 10 7 اللي بعده 3 في 10 7 اللي بعده 4 في 10 7 وانت ماشي كده. طيب دي حيكون ده 1 في 10 7 ده معناته حيكون 0.9 في 10 7 اللي هي حتكون ده 9 في 10 في 6 اللي هي دي القيمة ال ان ال ان انترسبت بعد 2.3 دي مثلتهم مع بعض يعني ال ان في ال ام اللي هو دي الاسلوب فرق السلطات على فرق السينات جانا 3.1 في 10 في 7. طيب ال ام يعني الانترسبت اللي هو الجزء المقطوع محور السلطات اللي هو كان ال ايه الانترسبت مباشرة حق الاجراف طلع لنا كم؟ 9 في 10 اس 6 مباشرة دي قيمة ال ان عشان اطلع ال ام معناته اقسمها 3.1 في 10 اس 7 حاقسمها على كم؟ على 9 في 10 اس 6 طوالي مباشرة حتجي قيمة ال ام. طيب يعني حيكون ال ام بتساوي لك 3.1 في 10 اس 7 سوري دي 10 في اس 7 يعني طيب على 9 في 10 اس 6 حيكون بيساوي لك 3.44. طيب كالكوليت انيشال جاردن بليس. الانيشال جاردن بليس هحسبه كيف؟ انا عندي هسه القانون بتاع الام بتاع الباسكال بيقول انه جي في البيتا جي اي على ان في البيتا واي ده اول قانون اديتكم في الماتيريال بلانس اكويجن فهحط الجي الانيشال جاردن بليس موضع القانون حيكون ام في الان في البيتا واي على بيتا جي اي. الام هسه انا حسبتها لقيتها ب 3.44 الان كان طلعت لي 9.10 9 في 10 اس 6. طيب البيتا واي كانت اول قيمه في الجدول اللي هي 1.6 2.91 البيتا جي اي اللي هي 0.00070 قاعده في الجدول مباشره وكده انا حسبت قيمه الجي. فالمطلوب منكم برضو بالنسبه للرسمه دي تشتغلوا عليك اس هوم ويرك برضو مع داب حيكون حترسم لي فيه في محور اكس اي جي على اي او في محور واي اف على اي او. طيب حتطلع لي نقاط عمل افريج بيناتك خط مستقيم وصلوا لحد ما يقطع لك محور السلطات. شوف لي قيمه الانكم وقيمه السلوب دي حسيبها برضه فرق السلطات هنا على فرق السينات. شوف لي بعد تطلع لي قيمه الان والام حتختلف تماما عن الاختلافيه مع حسابكم ما حسابي انا. طيب اهم حاجه تكتب لي اسمك على وقت الرسم البياني اي زول بيشتغل براو. طيب قلنا التسليم يوم التست او يوم الامتحان. طيب ده بالنسبه للجاز كاب درايف ريزرفوار. ننتقل للغاز الووتر درايف ريزرفوار ناخذ بريك بسيط كده ونجي شنو نواصل ثاني نواصل في الووتر درايف ريزرفوار. طيب ان ووتر درايف ريزرفوار ديفايدنج ذا تايب اوف ذا اكويفر اند كاركترايزنج اتس بروبرتيز ار برهابس ذا موست تشالنج تاسك انفولف ان كوندكتنج ريزرفوار انجينيرنج ستدي. يعني اهم حاجه عندنا الووتر فلكس في الجزء بتاع شنو بتاع الووتر درايف ريزرفوار. فالقانون العام بتاعنا بيقول انه الاف بتساوي ان في الاي او زائد ان في الاي جي زائد الاي اف دبليو. طيب ده جاي افترض انه شنو افترض اهمل الجزء بتاع الاي اف دبليو. طيب فقال انه الاف بتساوي ان في الاي او زائد ان في الاي جي زائد الدبليو اي. طيب برضو لو افترضنا انه المكمن ده يا دوب بيطلع في الغاز بتاعه يعني ما كون انيشال جاس كاب لسه فمباشره الام بيساوي زيرو يعني ما في جاس كاب مباشره حتبقى الاف بتساوي ان في الاي او زائد شنو الدبليو اي. طيب لو قسمنا المعادله كلها على اي او حتبقى الاف بتساوي الاي او زائد ان في الدبليو زائد في الدبليو زائد الدبليو اي على اي او. طيب المشكله كلها بقت في حسابات دبليو اي اللي هي الووتر انفلكس. حسابات الووتر انفلكس عندنا ثلاثه طرق عشان احسب الدبليو اي معناه في النهايه انا عاوز احسب ان واحسب دبليو اي. طيب حاجه شوف قوانين الدبليو اي. طيب الدبليو اي عندنا شنو الووتر انفلكس عندنا ثلاثه معادلات عندنا البوت اكوفر موديل عندنا شريزيوس ستيد ستيت ميثود وعندنا الفان فيردن هورست موديل يعني ثلاثه موديل تمام. طيب بالنسبه للستريت لاين هناخد في حساب الستريت لاين هناخد اول واحد اللي هو البوت اكوفر بس. طيب لما نيجي للووتر فلكس هنتم
اللي هو شابتر 5 حنتي ماشي ليشيس وحناخذ الفاند فيردن. طيب بعد ذاك حيفضل لنا اخر شابتر اللي هو شابتر 6 اللي هو بيتكلم عن البريدكتنج فوق طريقتين بس ما فيه حاجه. طيب القانون بتاع ال دبليو اي عشان احسبه هنا اي اخذته في القانون بتاعنا اللي هو في القانون بتاعنا هنا دبليو اي. فقال البوت اكويفر قانون قانون دبليو بيقول شنو؟ ال دبليو اي بيساوي سي دبليو زائد ان السي اف بيساوي سي دبليو زائد ان السي اف في الدبليو اي في الاف في البي اي ناقصا البي، حيث الاف بيساوي لك انكروشمنت انجل او ديب انجل مقسوم على 360. طيب دي انتهينا منها. طيب السي دبليو والسي اف اصلا معطيه، البي اي والافريج ريزرف افريج بيكون معطى في المساله. طيب الاف قلنا عباره عن سي على 360 لازم يديك الديب انجل بتاع الريزرف. طيب ال دبليو اي هي شنو؟ ال دبليو اي عباره عن باي اللي هي الحجم بتاع الانيشال فوليوم اوف ووتر ان اكويفر، اللي هي شنو؟ الحجم بتاع الانيشال فوليوم عباره عن انيشال فوليوم اوف ووتر ان شنو؟ ان اكويفر، يعني الحجم بتاع المويه الابتدائي وين؟ في الاكويفر. طيب قانون بيقول انه باي في ار اي تربيع ناقص ار اي تربيع في اتش في الباي على 5615. صحيح زي ما قلت لكم اي ريزرفوار عنده حجم، الحجم عباره عن مساحه في شنو؟ في ارتفاع او في سيكنس. وانا بتكلم عن حجم مسامي حضربه في شنو؟ في البوروسيتي 5615 مع عامل التحويل. ده قانون المساحه، مساحه الطرح بما الريديوس بتاع الاكويفر ناقص الريديوس بتاع شنو؟ بتاع الريزرفوار، اللي هي الاكويفر ناقص الريديوس بتاع، طيب دي ار اكويفر اللي هي الريديوس اوف اكويفر ودي الريديوس اوف ريزرفوار. طيب باي هي البوروسيتي والانكريجمنت هي سيتا وسي دبليو هي اكويفر ووتر كومبرسيبلتي والسي اف هي عباره عن اكويفر روك كومبرسيبلتي. طيب طيب قام الكلام كله حصل التدريب، يعني حصل ضرب ال دبليو اي التدريب اللي قبل شويه السي دبليو زائد السي اف في الدبليو اي في الاف، ده كله اختصره في معامل واحد سماه اوكي، يعني السي دبليو زائد السي اف في الدبليو اي في الاف ده كله في النهايه بيتحسب عنده قيمه، القيمه دي قام رمزنا لها شنو؟ بكي، يعني بيبقى القانون مباشره بيقى انه الدبليو اي بيساوي لك الكي في الدلتا بي بس، يعني كنت الكي بيساوي السي دبليو زائد السي اف في ال W I في ال F دي كلها قيم كلها معطى حتكون K K في الدلتا B. طيب لو القيم دي ما معطى هناخد مثال عليها هنعرفها، فتبقى ال W E بيساوي K في الدلتا B، هنش نعوضها في القانون اللي قبل شوية اللي هو ال F على E O بيساوي N زائدا، هيبقى بدل ال W E هاخد K في الدلتا B على شنو؟ على E O، أصلا عندي E O. طيب لما نرسمها حتكون نفس الجبل، يعني نفس غير لما تكون ام غير معروفه وان كان غير معروفه في الجاس كاب نفس المبدا، حيكون شنو هنا في المعادله بتاعتنا كانت شنو؟ كانت اف على اي او حرمز لها واي اللي هي محور واي زائد ان اللي هي الانترسبت اللي هو الاي في معادله الخط المستقيم، اصلا عباره عن شنو؟ عباره عن واي بتساوي اي زائد بي اكس في معادله الخط المستقيم العاديه دي شنو؟ انه الواي هي محور واي والاي الانترسبت والبي هي الميل والاكس اللي هي محور اكس، فانا هنا عندي الاف على اي او بتمثل لك النقاط في محور واي والاي الاي هي بتمثل لنا هنا الان والبي هي عباره عن الاسلوب بتمثل لك الكي والدلتا بي على اي او هي محور شنو؟ هي المحور بتاع الاكس بتاعنا. طيب هي حيكون في محور اكس بتاعنا دلتا بي على اي او ومحور واي بتاعنا اف على اي او. طيب طوالي مباشره حرسم النقاط يجيني خط مستقيم الاسلوب بتاعه فرق السطع على فرق السينات هو عباره عن كي والانترسبت اللي هو الجزء المقطوع من محور السطات هو عباره عن شنو؟ عباره عن الان. طيب ناخذ اكزامبل. طيب the material balance parameters as underground withdrawal f and oil expansion eo of saturated oil reservoir الام عندنا ب 0 are given below. طيب مباشره قال انه ادانا البرجه اللي هي النيجر ريزرفوار برجه. النيجر ريزرفوار برجه عباره عن 3500. طيب لحظة نجي نواصل. طيب قلنا في الاكزامبل بتاعنا ده اللي هو فيه دون الانيشال ريزرفوار بريجا والافريج ريزرفوار بريجا مع بعض اللي هي 3500 3488 3186 2782. طيب الدون اف جاهزة مباشرة محسبة والدون الاي او محسبة جاهزة. طيب assuming that the rock and water compressibility are negligible calculate the initial oil in place. طيب الجزء بتاع EFW معناته ب 0. طيب الجزء بتاع بما انه قال saturated oil reservoir الام مباشره بقت شنو؟ بقت ب saturated oil لما اقول saturated oil reservoir الام عندنا ب 0 تمام؟ طيب ما في غاز، في غاز لكن ما غاز كاب، الغاز المتكون ده حجمه بسيط المجمع بقى saturated يا دوب بده يطلع الغاز بتاعه، دي شرحتها انا قبل كده.
فما ما في غاز كاب يعني ما في زون بتاعت غاز. هنا نتكلم عن زون بتاعت اويل مع زون بتاعت ووتر، زون بتاعت اويل مع زون بتاعت ووتر. فالام هنا بشنو؟ بزيرو. طيب اول حاجه لو افترضنا انه assuming that reservoir is volumetric calculate initial impulse by using individual production data point. طيب مباشرة لو ما في، لو افترضنا انه volumetric يعني no water and flux، مباشرة القانون بيقول انه كانت F على EO بيساوي N زائدا WE على شنو؟ على EO. WE بي زيرو. مباشرة القانون بيكون انه F بيساوي M على EO. لو داير ال N حيكون ال N بيساوي F على شنو؟ على EO مباشرة يعني القانون ده. ايوه ده. طيب قلنا F على EO بيساوي N، دي لما دفعت الووتر انفلكس اللي هو ده W على EO كان. لو كانت نو ووتر انفلكس مباشرة القانون بيكون بيساوي شنو؟ ال N بيساوي F على EO مباشرة يعني، دي لو افترضنا انه نو ووتر انفلكس. طيب فحتكون الداتا مباشرة ال initial reservoir بريد يعني اللي هي كل القيم بتاعتي دي، دي ما الانيشال ريزرفوار، دي القيم بتاعت ال F وال EO. طيب عند تغير الضغط مباشرة هحسب كل N عند كل F وعند كل EO، يعني هحسب F على EO، F على EO، F على EO، هجيني قيم لل initial oil in place. طيب هجيني قيم لل N دي ال produce، ال oil produce مال ال initial oil in place. طيب نحن ما مفترضين انه no water influx. طيب هنجي نحسب من القانون بتاعنا عادي باعتبار ال water influx معطى، هيكون F على EO زائد N في K على دلتا B على EO. طيب انا عندي ال F وعندي ال EO معطيات جاهزة، اول حاجة هقسم F على شنو؟ على EO، هقسم عندي دلتا B، هطرح كله ضغط من البعديه يعني 3500 ناقص 3488، 3500 ناقص 3162، 3500 ناقص 2782، مباشرة هجيك دلتا B دلتا B دلتا B دلتا B اللي هي القيم دي. طيب هقوم اقسم الكولم بتاع الدلتا B هقسمه على الكولم بتاع ال EO هيجينا الكولم ده، هقسم الكولم بتاع ال F على ال EO هيجينا الكولم ده، همثل الكولم بتاع الدلتا B على EO في محور X والكولم بتاع ال F على EO في محور Y. طيب فهيكون عندنا الدلتا B على EO في محور X وال F على EO في محور Y، هرسم هيجينا خط مستقيم النقاط دي مع بعض اوصله، الانترسبت هو ال N وقلنا الاستوب بتاعه هو عباره عن شنو؟ ال K. طيب دي برضو اس هوم ورك، برضو هطلع ورقه رسم بياني وترسموا النقاط دي مع بعض تحلوا المسائل الثلاثه دي، يعني من الاول ثلاثه مسائل اللي قلت لكم، واحد دي المساله الثالثه، يعني تحل المساله وترسم الرسم البياني تكتب اسمك في الحل بتاعك وفي الرسم البياني بتاعك، قلنا التسليم يوم التست او يوم الامتحان. طيب تجي لترسي فور فروم ماتيريال بالانس اكويجن. طيب قال ترسي ده قال نجلكتنج فورميشن اند ووتر كومبرسيبيليتي، قال ده قلنا الماتيريال بالانس اكويجن از كريبس as expressed by equation ل 11 13 كان بي ريديوزد تو فولوينج، ان الام بيساوي لك ان بي في البيتا او زائد ان جي بي ناقص ان بي في الار اس في البيتا جي اللي هي معادله الماتيريال بالانس بتاعتنا. طيب قام استبدل قال انه ابدل ان البي. طيب اول حاجه المقام ده كله قال عباره عن ديم، المقام ده كله اللي هي بيتا او ناقص بيتا او اي زائد ار اس اي ناقص ار اس في البيتا في البيتا جي زائد ام بيتا او اي في البيتا جي على بيتا جي اي ناقص واحد، ده كله رمز له دين. طيب ال N في البيتا O هنا عندي أنا إن البي لو لاحظتوا إن البي في البيتا O، هنا عندي ناقص إن البي في الآر إس في البيتا G، فحيكون أطلع من ديل عامل مشترك إن البي حيكون شنو؟ حيكون بيتا O ناقصا آر إس في البيتا G. طيب اللي هي حيكون بيتا O ناقصا آر إس في البيتا G. طيب وزعتها على المقام اللي هو الدين. طيب فضل لك تاني هنا شنو؟ الجي بي في البيتا G، البيتا جي الجي بي في البيتا جي وقاسمه على الدين، برضه موزعه هتكون جي بي في اللي هي البيتا جي على الدين، دي هذه دي الجاما جي او الفاي جي، دي الفاي جي ودي الفاي او، الفاي او قلنا عباره عن بيتا او ناقص ار اس في البيتا جي على الدين، والفاي جي عباره عن بيتا جي على الدين. طيب فضلك هنا شنو الجزء بتاع الوتر انفلكس اللي هو حيكون واحدا على شنو؟ اللي هي النت ووتر انفلكس الدبليو بي في البيتا دبليو ناقص الدبليو اي في الفاي دبليو، الفاي دبليو ده عبارة عن واحدا على الدين مباشرة لأنه ما في حاجة هنا، الحاجة دي كلها لما تشيلها مع بعض هتتغير الإشارة طبعا، السالب دي هتخش جوا القانون، يعني دي هتكون أنا داير هنا زايد، يعني داير القانون النهاية يكون N بتساوي، أنا في النهاية ما عامل شنو؟ ده كله المقام ده كله عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوتا دين. طيب ده أنا فرتكت وطلعت منه عامل مشترك، يعني هنا عندي إن بي بيتا أو، هنا عندي سالب إن بي آر إس بيتا جي.
طيب كنت طلعت من ده ان البي عامل مشترك، هيفضل لك ان بي بيتا، ان البي في بيتا او ناقصا الار اس في البيتا جي. طيب ده فوق جزء. طيب وانا طلعت منه ان بي عامل مشترك، طيب ان البي حيكون ان البي في الجاما في الـ في الـ في الفاي او. الفاي او انا قلت عباره عن شنو؟ الفاي او عباره عن البيتا او الجزء اللي كان طلعت منه عامل مشترك كبير اللي هو البيتا او، فضل لك ناقص ار اس في البيتا جي على المقام. يعني انا وزعت بسطه على مقام زايد، هنا فضل لك الجي بي في البيتا جي، فضل الجي بي في البيتا جي. طيب انا كنت هنا هشيل الجي بي هحطها زي ما هي. طيب البيتا جي على الدين وزعت بسطه على مقام، حتكون بيتا جي على الدين. طيب هنا شلت الاشاره دخلتها اتغيرت، السالب بقت موجب والموجب بقت سالب، وهنا شلتها كلها اخذت زي ما هي بس غيرت الاشاره دي بقت زايد. هنا فضل لك واحد على الدين، هنا واحد يعني تبقى الفاي دبليو بيساوي واحدا على شنو؟ على الدين. طيب ده التريسي فور الدين قلت هو جزء في شنو؟ في المقام. طيب اكزامبل 11.6 بيقول انه the production history of saturated oil reservoir is the follows. طيب عندنا الانيشال reservoir بريشر بادي من 1690 متناقص لحد 1100، عندنا الكوميونيتيف اويل اللي هو ان البي، وعندنا الكوميونيتيف جاز اللي هو جي بي بادي من زيرو وماشي زايد. طيب the calculated values of BVT function are given، يعني الدوك جاهزة، الدوك الفاي او والدوك الفاي جي الاثنين مع بعض جاهزات. طيب طيب قلنا عندنا ان البي وعندنا الجي بي، طيب حاشيل ان البي دي معطى اضربها في الفاي او، واشيل الجي بي اضربها في الفاي او، يعني ضرب عادي يعني 398 في 38 في ال في الـ في الفاي في الفاي او المعطى بجاي دي الفاي او بتاعتنا اضربها في 36.6. طيب حتجيك طوالي مباشرة شنو؟ 14.52 في 10.6، وكذلك الجي بي برضه حيكون الفاي جي في الجي بي، يعني كل قيمة في البساطة من الجدول المعطى بغادي. طيب مباشرة حيتكون معانا ان البي والفاي او والجي بي والشنو والفاي جي، وانا عندي شنو؟ عندي نو ووتر انفلكس، مفترض انه نو ووتر انفلكس. مباشرة الان حتكون عبارة عن شنو؟ ان البي في الفاي او زائد ان الجي بي في الفي جي، يعني حيجمعوا ال 12 14.52 زائد 15.42 هتجي 29.74، حيكون كده مباشرة الان بتاعتنا النهائية. طيب قبل ما ننتهي من هنا، طيب قال ذا ابف ريزلت شو ذات The original oil in place in this reservoir approximately 50، يعني لو لاحظنا هنا 50.30 هنا 50.18، يعني تغير بسيط. 29.74 دي كانت شاذة، ما يعتبر initial oil in place بتاعنا. طيب the calculation at 1600 psi قال is شنو؟ is good example for sensitive of such calculation near to bubble point pressure since the last two values of original oil in place agreed so well the first calculation is probably wrong، يعني اول واحده شنو؟ غلط، لكن الاثنين مع بعض ما في تغير كثير، فبقت هي شنو؟ هي الانيشال تقريبا هي عباره عن كم؟ 50 في 10 6 اس تي بي ليستوك تان بيرل كده التريس فورم كده بكده شابتر 4 يكون انتهى. المره الجايه ان شاء الله حنجي نتكلم عن الووتر انفلكس اللي هي العالمين الشيليزيوس والفاندبير. طيب وشابتر 5 قلنا حناخذ مسالتين في البريدكشن، وشابتر 6 حناخذ مسالتين في البريدكشن اللي هي البريدكشن اوير ريزرفوار. طيب عندنا عالمين وحنشتغل بهم طريقتين. طيب وكده يكون المقرر بتاع الماتيريال بانس كويس، يعني ان شاء الله باذن الله يوم الخميس حنزل لكم الجزء بتاع الووتر انفلكس حساباته، ويوم السبت باذن الله حنزل لكم ان شاء الله الجزء بتاع البريدكشن، نكون خلصنا المقرر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.